على الصلاح، حي على الصلاح، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas esas alabanzas pertenecen a Allah, lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro hoyo, es del que pueden generar nuestras malas acciones. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero a quien desvíe, nadie lo podrá guiar. Doy testimonio que no hay nada ni nadie que es digno de ser adorado, excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y su mensajero. Oh Allah, bendice a Muhammad, a su familia, a sus compañeros y todos que sigan su guía hasta el día del juicio final. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Seres humanos, tengan temor de su Señor, que Él nos ha creado de un solo ser, del que creó a su cónyuge y hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Tengan temor de Allah, en cuyo nombre se reclaman sus derechos, y respeten los lazos familiares. Allah los observa. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. أيها الإخوة والأخوات, ها نحن في كل يوم نزداد ونزيد قربا واقترابا من شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا إياه وأن يوفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا، أن يوفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الإخوة، لا بد لنا أن نركز على معنى وعلى معاني الأحاديث التي تتعلق بهذا الشهر المبارك، خاصة الأحاديث التي تحوي شروط لكي يفوز المسلم بجزاء معلوم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الشرط وجواب الشرط. من صام رمضان، ليس كل من صام رمضان، لكن كيف؟
إيمانا واحتسابا ما جزاؤه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. لا بد لنا أيها الإخوة أن نركز على هذه الكلمات وعلى معاني هذه الكلمات حتى نفوز بمغفرة الله سبحانه وتعالى لجميع الذنوب والمعاصي. من جنبت الكبائر كما في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: من صام، أي شخص صام رمضان لكن إيمانا يؤمن بأن الصيام فرض، يؤمن بأنه بأمر الله سبحانه وتعالى، أن صيام رمضان هو بأمر الله سبحانه وتعالى، واحتسابا ماذا يريد أو من يريد من خلال أو بصومه هذا لهذا الشهر، يريد الله سبحانه وتعالى. إذن من صام رمضان وهو يؤمن بصيامه وأنه بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك يحتسب. الصيام ليس سهلا، نعم صيام رمضان ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج كما قلنا سابقا، يحتاج قبل رمضان إلى تدريب، إلى تدريب فيما يتعلق بالصيام، خاصة من لا يصوم مثلا خلال الأسبوع أو خلال الشهر، إلا يصوم إلا رمضان، فهذا ينبغي له أن يتدرب على الصيام قبل بداية صيام رمضان حتى لا تصعب عليه البداية، وبدل أن يبدأ رمضان في نشاط وقوة سيبدأه بتعب وممكن غثيان ومرض، وهذا ينبغي أن يتجنبه المسلم. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نجدد هذه المعاني في قلوبنا، أن نجدد هذا المعنى، ونجدد الإيمان، نجدد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، نعم ليس فقط بالصيام بل بالله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة الإيمان محله القلب، كلنا نعلم أن الإيمان محله القلب، فالإيمان أيها الإخوة عبادة، ينبغي أن لا نغفل عن هذا الأمر. الإيمان هو عبادة، أنت تؤمن بالله، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، أنت تؤمن بالملائكة وتؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء والرسل، تؤمن باليوم الآخر والقدر خيره وشره، تؤمن بما جاء في القرآن، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى بإيمانك هذا، ثم تترجم هذا الإيمان إلى عمل حتى يكون إيمانك صادق، إيمانا صادقا. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث في فتح الباري: المراد بالإيمان الاعتقاد بفرضية صومه وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر وهو عالم كبير رحمه الله تعالى في فتح الباري: المراد بالإيمان، ما معنى من صام رمضان إيمانا؟ الإيمان الاعتقاد بفرضية صومه. نحن نعتقد أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، لكن ينبغي أيها الإخوة أن نجدد هذا الإيمان كما نجدد النية لعمل ما، أن نجدد هذا الإيمان. وبالاحتساب طلب الثواب من الله تعالى، طلب الثواب من الله تعالى، أي حينما أنت تصوم وستتعب دون شك، وسيأخذك ممكن المرض أو الغثيان أو غير ذلك، فأنت تحتسب كل هذا لله سبحانه وتعالى. أنت تصوم وكل ما يجري لك فأنت تحتسبه لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يجزيك بذلك. إرمانوس إرمانوس كذا بيش Cada día, hermanos y hermanas, estamos ya más cerca del mes de Ramadán, el mes del perdón, el mes de la generosidad de Dios, el mes de la bendición, el mes
especial entre todos los meses, el mes caracterizado por ser el mes del Corán. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán. El Corán siendo la palabra de Dios. Siendo la palabra de Dios. Entonces este mes es caracterizado por el Corán. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán. Entonces, y tenemos también nosotros que acercarnos a este mes, entrenando, ¿ya? Preparándonos, como habíamos dicho en los sermones anteriores. Así que pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, con sus buenos nombres y atributos, que nos permita vivir hasta el mes de Ramadán y ayunarlo y pasar sus noches haciendo rezos voluntarios. Allah subhanahu wa ta'ala es el que todo lo oye, todo lo escucha. Que responde todas las súplicas. Entonces, hermanos, en un hadith, tanto en Sahih al-Bukhari como en Sahih Muslim, Abu Huraira, que Allah esté complacido con él, narró que el mensajero de Dios, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo: ¿Quién ayune el mes de Ramadán con fe y esperando la recompensa de Dios, sus pecados anteriores serán perdonados? Repito, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Quien ayune Ramadán quiere decir el mes de Ramadán, el mes del ayuno. Quien ayune el mes de Ramadán, pero con fe, ¿y qué? Y esperando la recompensa de Allah. Esperando la recompensa de Allah, o anhelando ser recompensado por Allah, sus pecados anteriores serán perdonados. Hermanos y hermanas, debemos concentrarnos y debemos prestar mucha atención a los hadices que hablan sobre las virtudes del ayuno, como ya estamos cerca de este mes. Y nuestros sermones van a ser, inshallah, sobre este mes, para motivarnos todos y para también recordarnos a todos el mérito que tiene este mes y las virtudes, la recompensa que tiene este mes, para aprovechar lo más que podamos este mes antes de irse, como se fueron los meses anteriores y nos dejaron. Entonces, decía, hermanos, que tenemos que prestar mucha atención y tenemos que tener mucho cuidado también con esos hadices para no perder la recompensa con estos hadices y con otros. Porque aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pone condiciones, nos informa que sí, el ayuno de Ramadán tiene una recompensa, que es el perdón de los pecados anteriores, pero es con dos condiciones, eso es lo que tenemos que tener, o sea, tenemos que prestar mucha atención. Dice: quien ayune el mes de Ramadán con fe, la primera condición, con fe, no solo ayunar, o sea, no tener fe, digamos, sino es con fe. ¿Y qué más? Esperando la recompensa de Allah. Entonces, ¿qué recompensa tendrá? Tendrá los pecados, o sea, sus pecados anteriores serán borrados, serán perdonados por Allah subhanahu wa ta'ala. Es un gran regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Es un gran favor. No, obviamente, el ayuno no es fácil, ayunar. No es fácil, porque requiere esfuerzo. Por eso veníamos diciendo que hay que entrenarse. Tenemos que entrenarnos tenemos que prepararnos para recibir el mes de Ramadán. Sobre todo las personas que no están acostumbradas de ayunar solo el Ramadán, o sea, para que cuando comience el mes de Ramadán, no comience estando, digamos, con fatiga, con cansancio,
enfermos tal vez, con dolor de cabeza. No, desde ahora, ¿no? O desde los días anteriores, tienes que, o sea, comenzar a ayunar un día o dos por semana para entrenarse, para estar ya listo y preparado para el mes de Ramadán. Para comenzar Ramadán con energía, con fortaleza y sintiendo la dulzura de Ramadán, mas no con fatiga, cansancio, dolor de cabeza, etc. Por eso veníamos diciendo, hermanos, en los sermones anteriores, que hay que entrenarse para recibir correctamente y perfectamente el mes de Ramadán. Entonces, aquí, hermanos, dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien ayune el mes de Ramadán con fe. Es decir, como dice al-Hafiz ibn Hajar en la explicación del libro de Fath al-Bari, dice que con fe quiere decir creyendo que el ayuno de este mes es un ayuno obligatorio que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha hecho, o sea, nos ha ordenado ayunarlo. Creer que es un ayuno obligatorio que debemos cumplir. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado ayunar este mes y tenemos que cumplirlo. Y es necesario, hermanos, renovar esa intención, ¿no? Renovar esa creencia. Viene el mes de Ramadán, entonces renovamos esa intención y esa creencia. Lo voy a hacer con fe, ¿no? Porque Dios me ha ordenado hacerlo. Lo voy a hacer porque Dios me ha dicho, Dios me ha ordenado. Esto uno. Y ser recompensado, recibir la recompensa solamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Ser recompensado por el ayuno que haces, y obviamente, o sea, eso requiere esfuerzo y paciencia también. Entonces, cuando lo haces y todo lo que sientes, dices, no importa, porque lo hago por Dios y Dios me va a recompensar. Dios me va a recompensar. Y tienes paciencia y paciencia y paciencia hasta que termine el mes de Ramadán y cumplas ya con esta orden divina. La segunda condición entonces es esperando la recompensa de Allah. El resultado o el premio es que los pecados anteriores serán borrados. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que así sea, inshallah, con el perdón de Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de aquellos que ayunen el mes de Ramadán con fe y esperando la recompensa, de ser recompensado por Allah, y así, por lo tanto, nuestros pecados serán borrados. Amin. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-'aliyyil 'azhim li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Digo esas palabras y pido perdón por todos vosotros, pido perdón a Allah, Allah es clemente misericordioso. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Todas las alabanzas pertenecen a Allah, y que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos que siguen su guía hasta el día del juicio final. وكذلك أيها الإخوة هناك حديث مشابه للحديث الذي ذكرناه وهو متعلق بفعل يشهر في رمضان. يشهر هذا الفعل في رمضان، ألا وهو القيام. ألا وهو القيام. قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك القيام أيها الإخوة وهو سنة، فنتبع سنة حبيبنا عليه الصلاة والسلام، وكذلك يحتاج إلى جهد، نعم، إلى جهد وصبر، فمن صبر واحتسب فله بإذن الله سبحانه وتعالى له أن يغفر الله له ذنوبه ما تقدم منها. ف hermanos, también en un hadith similar a lo que había mencionado en el primer sermón, en el que dice el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quien rece o quien haga oraciones voluntarias durante la noche
durante la noche con fe y esperando la recompensa de Allah, sus pecados también serán borrados. Entonces son dos hadices similares. El primero habla del ayuno y el segundo habla del qiyam. Habla del qiyam. Y inshallah hablaremos más sobre el tema del qiyam. Sobre todo el qiyam que se hace en la mezquita con el imán. Con el imán hasta que termine el imán, como el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith. Tiene una gran recompensa. Tiene una gran recompensa. Entonces, ¿quién haga oraciones voluntarias durante la noche, durante las noches de Ramadán, ya, porque el qiyam se hace en la noche con fe y esperando la recompensa de Allah, porque también el qiyam requiere esfuerzo, requiere paciencia, Allah subhanahu wa ta'ala le perdonará todos sus pecados anteriores. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن يقومه إيمانا واحتسابا. اللهم يا رب بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه يا رب للقيام وقراءة القرآن يا رب والصدقات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا رب te pedimos con tus buenos nombres y atributos, يا الله te pedimos, يا الله que nos permitas ayunar el mes de Ramadán. Y Allah, que nos permitas ayunarlo con fe y esperando tu recompensa. Y Allah, y así nuestros pecados anteriores serán borrados. Y Allah, te pedimos que nos ayudes a pasar sus noches haciendo oraciones voluntarias, ya Allah, con fe y esperando ser recompensados por ti. Y Allah, te pedimos todo el bien, te pedimos el perdón de los pecados. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب اشف كل مريض, يا رب من له في هذا في بيتك هذا, من له مريض في بيته او مريض في عائلته او صديق او غير ذلك. اللهم يا رب اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف والدينا واشف زوجاتنا وازواجنا. اللهم اشف ابناءنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف جميع المرضى والمصابين. اللهم اشف جميع المرضى والمصابين. اللهم اشف جميع المرضى والمصابين. يا الله ما زالت امتك يا ربي دايزي في المستشفى. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارزقها الصحة والعافية. اللهم ارزقها الصحة والعافية. اللهم ارزقها الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله يا الله اشف كل مريض, يا الله يا الله اشف كل مريض, يا الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا, في الدين والدنيا, في الدين والدنيا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله te pedimos y te suplicamos. يا الله tú eres el que tienes poder sobre todas esas cosas, sobre todas esas enfermedades. يا الله tú eres el único que curas y sanas a los enfermos. يا الله cura y sana a todos los enfermos. يا الله cura y sana a todos los enfermos. يا الله cura y sana a todos los enfermos de los que
de todos sus hermanos y hermanas que están asistiendo en tu casa. Ya Allah, te pedimos, ya Allah, te pedimos que cures y sanes a tu sierva Daisy, que sigue todavía en la clínica. Ya Allah, te pedimos y te suplicamos, tú tienes poder sobre todas esas cosas, tú eres el dueño de todas esas cosas. Ya Allah, te pedimos que la cures. Ya Allah, te pedimos que le des una pronta salida. Ya Allah, te pedimos que le des una pronta recuperación. Ya Allah, tú todo lo puedes. Ya Allah, todo lo oyes. Ya Allah, tú respondes todas las súplicas. Ya Allah, tú eres el perdonador. Amas perdonar a tus siervos. Ya Allah, perdona nuestros pecados. Ya Allah, perdona nuestros pecados. Ya Allah, perdona nuestros pecados. Amin, amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'ala s-salah, hayya 'ala al-falah. Wa tuqamati s-salah, wa tuqamati s-salah. Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله